ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ. دكتور بعد التحية، يعني بداية، كيف ترى قرار مد فعاليات المؤتمر حتى الغد للتوصل إلى حلول وتعهدات فعلية لمواجهة التغيرات المناخية؟ دكتور فهيم، تسمعني دكتور فهيم؟ أيوة. يعني أعيد عليك السؤال مرة أخرى، كيف ترى قرار مد فعاليات المؤتمر حتى الغد من أجل التوصل إلى حلول وتعهدات فعلية لمواجهة التغيرات المناخية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. طبعا العالم الآن يعني يتجه صوب شرم الشيخ، لعل يوجد اتفاق أو توافق ما بين الدول والكيانات على صيغة موحدة لكيفية التعامل مع قضية التغير المناخي. بالأمس واليوم كانت هناك مناقشات ومفاوضات ومداولات، ما هو علن وما هو في الغرف المغلقة. مصر فعلت كل ما تستطيع في أن يكون هناك بنية تحتية توافقية ما بين الدول، حتى على مستوى التنظيم للقمة لمؤتمر المناخ بذلت جهود كبيرة جدا لكي يخرج هذا المؤتمر بهذا الشكل الذي لمسه الجميع. المفاوضات تدور حول ثلاث قضايا رئيسية. القضية الأولى هي قضية الأضرار والخسائر، والحمد لله كان من نجاح هذا المؤتمر، هذه القمة في دورة السابعة والعشرين، أن يتم إدراج الخسائر. صحيح. مسألة الخسائر والأضرار في المفاوضات عالية المستوى أو في المناقشات. صحيح. الهام خلال هذا المؤتمر ده يعتبر نجاح في حد ذاته بالنسبة لهذا المؤتمر، ولكن العالم المتقدم ما زال يعني يسير على نفس النهج الذي صار فيه خلال كل مؤتمرات وقمم المناخ السابقة، حتى من اتفاق كيوتو مرورا بباريس وجلاسكو في العام الماضي. ما زال هناك تحفظ من هذه الدول نحو إنشاء صندوق مستقل لكي يتم فيه تعويض الدول المتضررة أو تعويض الأضرار الغير القابلة للإصلاح. يعني مثلا على سبيل المثال، لو في فيول في بعض المناطق وأدت إلى تدمير للبنية التحتية أو أدت إلى شرخ كبير في المجتمع، هذه أضرار غير قابلة للإصلاح في وقت قصير. هل يمكن دكتور، يعني عفوا المقاطعة، أن تتحقق هذه الآلية بشكل ملموس على أرض الواقع، أن يخصص صندوق لمواجهة مثل هذه الأضرار والخسائر خاصة لدى الدول عالية المخاطر أو الخطورة لديها من قبل التغيرات المناخية؟ يوجد دول جزرية إذا استمر ارتفاع درجات الحرارة بنفس المعدل الحالي سوف تختفي هذه الدول، يعني سوف تنتهي. يعني في دول هيتم شطبها من صحيح الأمم المتحدة بسبب هذه الظاهرة، فهي لدرجة أن في بعض المنظمات يعني فعليا تفكر في إدراج قضية تغير المناخ في البند السابع في الأمم المتحدة، يعني في إلزام من المجتمع الدولي. فالقضية الأولى هي قضية التعويض، قضية الأضرار والخسائر. القضية الثانية قضية الوقود، ولعل يعني في توافق كبير ما بين الدول على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. كانت الاتفاق نحو التخلص التدريجي من الفحم كأكبر الملوثات الموجودة بالنسبة لأنواع الوقود، ولكن الهند وحتى في مؤتمر في قمة العشرين في بالي تريد أن تستبدل هذه الفقرة بفقرة التخلص من الوقود الأحفور عموما وليس فقط الفحم. هذه القضية الثانية، وطبعا هذه القضية يوجد حولها كثير من الجدل وكثير من الخلافات، لأن الدول النامية وخاصة دول الشرق الأوسط هي دول تعتمد في اقتصادها اعتماد كبير على النفط وعلى الغاز، ولا تريد أن يوجد أن يكون هناك إلزام بمنع هذا الشكل من الوقود. يعني أغلب اقتصادات المنطقة تعتمد بشكل رئيسي على موارد الغاز والبترولية. هذه الدول هي اقتصاديات ناشئة في معظمها، هي بتقول بمختصر الأمر يعني أنتم كدول متقدمة صناعية وعلى مدار عشرات السنين الماضية تربحتم وقوي اقتصادكم بضخ مليارات الأصناف من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. الآن يجب على الدول التي يعني ذات الاقتصاد الناشئ اللي عايزة تبني دول لنفسها وتبني مستقبل لأجيالها دلوقتي
يعني دلوقتي هنغلق عليهم الباب امام هذا. فدي يعني شكل من الخلافات الموجوده التي يجب ان يوجد لها جدول زمني واضح. القضيه الثالثه هي قضيه حراره الكوكب. صحيح. من 12,000 سنه من بعد العصور الجليديه لم ترتفع درجه حراره هذا الكوكب عن 14 درجه في المتوسط، الان وصلت الى 15.1، يعني زادت درجه 1.1 حتى من بعد الثوره الصناعيه الاولى. هذه الزياده في درجه حراره الكوكب على مدار ال 12,000 سنه هي زياده تنبئ بان هناك مشكله كبيره جدا. الكره الارضيه كائن حي، واي كائن حي عندما ترتفع درجه حراره جسمه سيكون هناك مشاكل كبيره في فيسيولوجيا الجسم وفي التعبير عن يعني الارض الان بسبب ارتفاع درجه الحراره تعبر عن ارتفاع درجه حرارتها بهذه الهوسه الكبيره للتقلبات المناخيه، يعني لن تتحمل طبقه الغلاف الجوي الموجوده مزيد من مليارات الاطنان من ثاني اكسيد الكربون. الان وليس غدا هو توقيت المناسب لوجود اتفاق وتوافق ما بين الدول، لا يوجد فرص اضافيه للعالم بعد ذلك، حتى يعني سنه اضافيه لو بنتكلم على كوب 28 اللي هيكون في الامارات، حتى هذه السنه لا نعلم ما الذي سيحدث فيها بسبب المناخ، لا لذلك لابد ان يحدث توافق مد التفاوض ساعات اضافيه او يوم اضافي هو اعطاء فرصه للعالم كي يعقل. يعني اصبح الامر او بات الامر يعني لا يحتمل التاجيل او التغيير، اصبح امرا حتميا. وتم الاشاره اكثر من مره لمستوى درجه ونصف درجه مئويه. الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش قالها صراحه، هذه مهمه انتحاريه للعالم. صحيح. انتم تدمرون الكوكب. هذه كلمات ليست فقط كلمات انشائيه ولا كلمات للخطابه، هذه كلمات ناتجه عن دراسات وابحاث تقوم بها هيئات علميه كبيره، هيئه الاي بي سي سي هي الهيئه. صحيح. العلميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ التي تضم كل علماء ومؤسسات وهيئات البحث العلمي هي التي تطلق هذه التحذيرات، تقول ان العالم ليس في يعني ليس في حاجه تحت اي حال من الاحوال لارتفاع درجه الحراره أو لمزيد من ضغط الغازات الاحتباس الحراري. يعني كما أشرت سيادتك وأكدت في هذه النقطة تحديدا أنها يعني كلمات تأتي نتيجة بحوث علمية دقيقة تم إجراؤها وليست من باب الخطابة أو البلاغة من قبل المسؤولين السياسيين. يعني عشرات الجلسات عقدت دكتور فهيم على مدار الأيام الماضية وتناولت جميع مناحي مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. كيف ترى ما دار من نقاشات وما هي التعهدات المنتظرة من تلك الدورة برأيك؟ دائما وابدا سم التغير المناخ او السم العالمية لتغير المناخ الجزء الاهم فيها هو الشق التفاوضي، لان هو ده الشق الملزم للدول، هو ده الشق اللي بيقول للدول المسؤولة عن زيادة الاحتباس الحراري لابد ان يكون لك موقف ودور في خفض هذه الانبعاثات، وايضا يقول لنفس الدول هناك حق تاريخي للدول المتضررة ان يتم تعويضها. هذه التعويضات ليست صدقة من الدول المتقدمة، هذا جزء من مما فعلت أيديكم في تخريب هذا الكوكب على الآخرين. من هنا كان الجزء الأهم في المؤتمر. طبعا على هامش هذا المؤتمر فيما يسمى بالأيام الموضوعية أو الأيام غير الرسمية كان هناك يوم للمياه ويوم للزراعة ويوم للتكيف ويوم لإزالة الكربون وآخر للعلم ويوم للشباب وهكذا. كل هذه الأيام في معظمها هي أيام أحداث جديدة عن المؤتمر، عن قمم المناخ. لم يسبق في قمم المناخ السابقه ان صحيح. كان هناك ايام تحمل هذه الاسماء، وتم مناقشه امور كثيره لها علاقه بهذه الموضوعات. موضوع الزراعه تم فيه اطلاق مبادره مهمه جدا اسمها مبادره التحول المستدام للغذاء والزراعه فاص، وهناك مبادره اخرى للمياه ومبادره اخرى لازاله الكربون. هذه المبادرات هي مبادرات تم اطلاقها، مبادرات مصريه تم اطلاقها، ولكن تم تبنيها من العديد من الدول والمنظمات، فبالتالي أصبحت مبادرات دولية وعالمية، ويجب على العالم أن يستغل ويستثمر هذه المبادرات. هذه المبادرات سوف تحمل في طياتها، سوف تكون مظلة لتنفيذ مشروعات كثيرة في سبيل الحد ومجابهة التغيرات المناخية خاصة في الدول النامية، ستكون هي كأنها صندوق منفصل
اللي تلقي التمويل، يعني بدل صندوق المناخ الاخضر الذي يوجد حوله كلام كثير ولا والدول المتقدمه عندها يعني بخل، هذا هو اللفظ المناسب للاسف، عندها بخل شديد في ان تغذي هذه الصناديق، الان يوجد صناديق اخرى تحت هذه المبادرات يمكن من خلالها مساعده الدول. ما حدش قال ان تدفعوا اموال، ممكن تصدروا تكنولوجيا، ممكن يكون هناك استثمارات، تعالوا استثمروا في هذه الدول في كل المشروعات الصديقه للبيئه والمشروعات الخضراء. يوجد اوجه كثيره لمساعده الدول، ولكن ان يتم يعني نفس النهج ونفس الممارسه ونفس الانانيه المقيته في التعامل مع هذا الكوكب، سيكون رد فعل الكوكب عنيف جدا للكل. صحيح. لا يوجد مكان تحت سطح هذا الكوكب الا وسيعرض لمزيد من العنف، وهنا العنف هو عنف مناخي لم تستطيع اقوى دوله. صحيح. ان تقف امام فيضانات او سيول او حرائق غابات، فالامر جلل، والامر وقول الامين العام ومن قبله كان قول السيد رئيس الجمهوريه عندما قال انها قضيه وجوديه. مصر. صحيح. مهدت الطريق تماما امام نتائج مرضيه لهذا الجيل. ومصر يعني تضع العالم باسره وباكمله امام مسؤولياته في هذه اللحظه التاريخيه. برايك يعني كيف نستطيع ان نصل الى ضمانات حقيقيه ملزمه وتعهدات للدول الكبرى تقطعها على نفسها لدعم الدول الناميه، خاصه على صعيد تمويل جهود التكيف والتعامل مع اثار التغيرات المناخيه؟ والله هو اكبر ضامن، اولا يوجد تعهدات في كل القمم السابقه من هذه الدول بضخ المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من التمويل والتخفيض بجدول زمني الى اخره، ولكن هذه التعهدات لم تتحول الى التزامات وتنفيذ على الارض، على ارض الواقع. هذه هي قمه التنفيذ، عندما تم اطلاق هذا المعنى على هذه القمه لقمة التنفيذ، لا يوجد مزيد من الوقت ولا مزيد من الفرص، لا احد يعلم ولا مزيد من الرفاهيه، يعني رفاهيه الوقت لا احد يعلم ما الذي سيكون رد فعل هذه الطبقه من غلاف الجو قد تحول. صحيح. تقلبات المناخ الى يعني لا قدر الله الى فتح باب الجحيم على الكل. صحيح. هذه المشكله، الضمان الوحيد هو ان تضع الدول المتقدمه نفسها موضع الدول المتضرره. بالمناسبه يعني احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، المستمع البسيط برضه يعني مش النخبه المثقفه يقول طب هو تغير المناخي اللي بيحصل في مصر ايه وايه مشاكله، يعني النقطه دي محدش بيتكلم عليها كتير، ويتم تصحيح ويتم اختزال قضيه تغير المناخ في تغير بعض انماط الطقس حر او برد الى اخره. لا، تغير المناخ قضيه هي اخطر واعمق من هذا المفهوم بكثير. السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت حصل ان فقدنا مئات الالاف من الاصنام من المحاصيل زي المانجا والزيتون بمجرد فقط شويه تذبذبات في المناخ غير ملموسه للانسان البسيط ان يعرف ايه اللي حصل. هذا هو تغير المناخ، مشكله تغير المناخ انه يضرب في صمت احيانا، هو يضرب في عنف في بعض المناطق ويضرب في صمت في مناطق اخرى، في النهايه هي قضيه مهمه وخطيره، ولا صح. يوجد للمره الالف لا يوجد مزيد من الفرص لكي تضيع. مصر مهدت الطريق امام الجميع، فعلى الجميع بدون استثناء ان ينتهز هذه الفرصه ويكون هناك توافق على القضايا وحل الخلاف. طب دكتور فهيم، يعني دعنا نتحدث قليلا عن القاره الافريقيه، القاره الافريقيه هي يعني أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية وفقا لبيانات الأمم المتحدة، نتحدث عن 16 دولة من أصل 20 الأكثر تضررا بإفريقيا، ومصر تتحدث بلسان إفريقيا بشكل قوي. كيف ترى تحركات الدول الكبرى، المؤسسات الأممية للتعامل مع الأزمات داخل هذه القارة التي تدفع ثمن التغيرات المناخية عالميا؟ بالمناسبة كل قارة أفريقيا، كل دول هذه القارة لا يساهموا إلا ما بين 3-4% من سهم الغازات، بس في حين تساهم دولة واحدة مثل الصين ب 30% والولايات المتحدة ب 14% والهند وبرازيل وكندا وروسيا والاتحاد الأوروبي كل من 10% 20 دولة يساهموا ب 80% من هذه المليارات التي تضخ في الغلاف الجوي. قارة أفريقيا هي قارة مظلومة بين هذه الأمم. للاسف الشديد يعني بسبب ضعف البنيه التحتيه التي تتحمل الصدمات المناخيه في قاره افريقيا يحدث مشاكل، يعني مش لازم يحصل عندنا هذه التقلبات العنيفه
المناخ عشان يحصل من وراء فساد. ده مجرد تقلبات بسيطه زي اللي حصلت في مصر مثلا في ربيع العام الماضي وما قبله، ادى الى خسائر كبيره بسبب ان البنيه التحتيه الاقتصاديه والبنيه التحتيه الزراعيه في على سبيل المثال هي بنيه ضعيفه بحكم انها كانت موضوعه في شكل اخر من المناخ لم تتوقع الدول الجنوب الافريقيه ان يكون هذا الشكل من المناخ هو سيكون هو السائد. بالتالي هذه الدول تحتاج الى دعم شديد جدا، والدعم الموجه للدول الافريقيه هو حق اصيل وتاريخي لانها عضو في هذا الكوكب. كل دوله معترف بها في الامم المتحده هي عضو في هذا الكوكب، عليها مسؤوليات وعليها واجبات ولا حقوق. طالما هي مسؤوليتها وانها لا تساهم بغزات الاحتباس الحراري، اذا تاخذ حقوقها كامله، حقوقها كامله هو تعويضها عن هذه الاضرار التي لا ذنب لها فيها. صحيح. يعني في سياق الحديث دكتور فهيم عن القارة الإفريقية، يعني تابعنا جميعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وهو يتحدث عن شراكات أوروبية لإنقاذ غابات الأمازون، لماذا لا نرى مثيل ذلك في القارة الإفريقية وهناك الكثير من الغابات وكثير من المساحات الشاسعة الممتدة داخل القارة بتتعرض لمخاطر التغير المناخي؟ هو حدث فعليا في جنوب أفريقيا بسبب أن لديهم يعني استهلاك كبير جدا من الفحم، وتم التعهد بدفع مبالغ كبيرة لاستبدال هذه الطاقة بطاقة أخرى، بمصادر بطاقة أخرى. ولكن كالعادة الدول الأفريقية دائما دول منسية، لأن في الغالب دائما صوتها صوت مبعثر. حتى حدث ما حدث في خلال سنة شرم الشيخ، لأن مصر تمثل الدول الأفريقية وكان هناك صوت موحد، وتم عقد عدة اجتماعات أفريقية، لعلها حتى اجتماع الاخير مؤتمر للتعاون الدولي كان للدول الافريقيه، وكان هناك صوت واحد وموحد للمطالبه بحقوق هذه القاره. فبالتالي يعني من بعد شرم الشيخ سيكون هناك اهتمام اكبر بهذه القاره، بغابات هذه القاره. صحيح. خلينا بس نعرف ان ثاني اكسيد الكربون الذي يضخ يعني يتم اختزال 50% من هذه الكميه، وده فضل من ربنا على هذا الكوكب. ال 50% نصفهم يتم ابتلاعه في المحيطات والبحار، والنصف الاخر يتم تخزينه في التربه او في الاشجار الخشبيه، وال 50% الاخرى هي التي توجد في الغلاف الجوي. بالتالي لابد من الاهتمام بهذا الغطاء الاخضر الموجود على قاره افريقيا، يوجد بها جزء كبير. لدينا دوله واحده بها اكبر مساحه من الغابات في العالم هي دوله الكونغو. فبالتالي الحفاظ على هذا الغطاء الاخضر يعني هو امتصاص اكبر جزء من ثاني اكسيد الكربون الموجود حتى لا يتراكم ويذهب الى هذه الطبقه من الغلاف الجوي. بالمناسبه طبقه الستراتوسفير اللي بيتخزن فيها ثاني اكسيد الكربون والغازات الاخرى هي الطبقه المشكله لمناخ الارض، فعندما يتم يعني تشبع هذه الطبقه تكون عمياء فتضرب هنا وهناك ويبدا يحدث هذه المشاكل في المناخ. يعني ده جزء العلمي اللي الناس لازم يعرفوه، هو ليه ايه علاقه غازات الاحتباس الحراري بهذا العنف في المناخ؟ لان الطبقه اللي بتشكل مناخ الارض بسبب كثره كل هذه الغازات كانها بالضبط يعني يتم خنقها، وعندما يتم خنق اي شيء بيعبر عن نفسه بالهلوسه وبهذا الشكل الغريب. صحيح. من المناخ للمره الاخيره هذه فرصه للعالم كله امام القاره لا تساهم في غازات الاحتباس الحراري، فهذا جزء ايجابي مهم جدا، ولكنها تساهم في امتصاص ثاني اكسيد الكربون. فيجب دعم هذه القاره دعم كبير جدا لكي يتم وضع حل لهذه الظاهره الخطيره وهي ظاهره تغير المناخ. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ على هذه المداخله وكل هذه المعلومات والايضاحات العلميه، شكرا جزيلا لك.